6 سنين من 2016 وخرج عن طريق حكم في شهر 7 2023 في 3 حوايج وما عمرو جا مسو شي واحد زاد كاع شي حوايج زاد شي حوايج زاد بحال هادشي زاد رمم الزيوت تتبعك انا تشوف تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه مراكش وبالضبط في جماعه تسلطنت. حنا الان تنتواجدوا مع واحد السيد اللي كتعرفوا بان الناس المهاجرين المغاربه الجاليه الناس اللي مشيو تيخدموا تيجمعوا واحد البركه باش يجيو انهم يديروا بروجي ويستقروا في البلاد ديالهم، لان المغرب ما كاينش احسن منا كما تيقولوا، لان المغرب هي بلد جميل جدا. هاد الناس هادو تيجمعوا هاد الفلوس تيجيو يستثمروهم هنايا في البلاد تاعهم، كما هاد السيد هذا اللي عنده واحد البروجي، دارو بروجي ريستورون بيسين، وكرا هاد البروجي هذا كرا لواحد السيد مدة 6 سنين كان خدام بخير هذاك السيد وعلى خير، فإذا به السيد بغى يدخل البلاد تاعو بغى البروجي ديالو ما بغاش يعطيه البروجي ديالو يدخل معاه المحكمة، والمحكمة حكمت ليه بأنه يتسلم المحل ديالو. فعلا داكشي اللي كاين كان الحكم، والسيد فاش تسلم الحكم ديالو تيتفاجئ باشياء غريبه، ان السلطه تجي وتهتم ليه هذا الشيء ديالو لانه تعذب عليه وخسر عليه فلوسه. كما تنعرفوا الناس الجاليه راه جا دخل لبلادو باش يستثمر فلوسه ماشي باش يتكرفص. تفاصيل غادي نشوفوا مع السي فؤاد. السي فؤاد السلام عليكم. السلام عليكم. السي فؤاد عاود لنا شنو هو المشكل، كما فاتنا في المباشر اللي فات عاود ذكر المتتبعين بالمشكل ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا الغي سي فؤاد، قريت في فرنسا، خرجت بكري ودرت مقاولة في فرنسا ووفرت شوية ديال الفلوس. واخا كان اتعاب وكانوا بزاف ديال التضحيات باش نكون هذا المشروع اللي يكون اللي كونته من 2005، وكنت في واحد الشركه اللي تسمى تانغومار من 2008 وجهزته وخدمته كمسبح، يعني شركه بورقتها بكل شيء بالضرائب ديالها. وفي 2016 كريتو لواحد السيد ما غاديش نقول سميتو اللي كان خدام فيه وخدام بالمرافق ديالو بلا بيسين بالمطعم ومخدم بزاف ديال الناس بطبيعة الحال، وما عمرو وقع لي هاد المشاكل اللي وقعوا لي من نهار رديت المحل ديالي في شهر 7 في هاد 2023 اللي رديتو عن طريق حكم اللي علاقاش هذاك السيد اللي كان كريم عندي ما كانش تيخلص. ايوا درت الافرا فوالا، وفي نهار 17 اكتوبر في شهر 10 جا القايد، انا ما عمرنيش شفت هذا القايد، وجا مع دوك المخازنيه ديالو ندقوا وما لقاو حتى شي واحد، وانا ما كنتش في المحل، ومشاو حنقزوا الحيط وجاو حلوا الباب وجابوا التراكسات ديالهم، وها النتيجه هي. يعني ما شكش غريب هذا الشيء بان السيد القائد راه بحرجة المنطقه ديال تسلطنت وتيجي تيهتم لك هذا الشيء بدون سابق انذار؟ بدون ما عمرهم شعروني، ما عمرني توصلت بشيء انذار. والغريب في الامر هو انه هذوك القياد اللي كانوا شي عشرات ديال القياد اللي دازوا من تسلطنت ما عمرهم داروا هاد الفضيحه اللي دار لي هاد السيد. واش هادوك القياد القدام ما كانوش تيديروا خدمتهم، ولا هو اللي يدير خدمته؟ ما فهمتش. وثانيا ما هاد محل تجاري وفيه مسبح للناس المجاورين اللي تيجيو كاع من مراكش كاملو، الناس ضعفاء دايرين لهم هاد المحل باش يستمتعوا في ايامات الصيف وايامات الحراره. واللي بغيت نقول هو انه علاش تاخديت هذا المحل عاد
صبت بهذا الشيء. وهذا المحل 18 عام هو خدام. دابا شنو تطلب الناس المسؤولين على السي فؤاد؟ لان سيدنا وصى على الجاليه المغربيه تدخل على برا. المهم اش تنطلب؟ تنطلب غير حقي بطبيعه الحال. سيدنا جلاله الملك محمد السادس نصره الله تيعطي اوامر باش نتعاونوا مع الجاليه المغربيه اللي بغات تدخل المغرب، اللي بغات تدخل المغرب وبغات تستثمر. يعني كنعرفوا بانك جيتي تستثمر باش تستقر في البلاد ديالك. ها وثاني انا عندي كل ما بغيت انا بلادي عزيزه عليا. ومن النهار الاول فاش كاع خرجت لفرنسا كان عندي امال باش نرجع لبلادي واحد النهار اخوه، وعندي كاع اوراق فرنساويه ياك. بزاف ديال الناس تيمشيو حارقين ولا عندهم الا كارت سيجور، انا عندي اوراقهم وبغيت ندخل لبلادي. وكاع فاش درت الاوراق قالوا لي واش بغيت تبدل السميه تولي سميه فرنساويه. انا مغربي، ما يمكنش نبدل شي حاجه اللي داخله فيا وعندي الاصول ديالها، لانني فيه دم ديال المغربي ترا فيه. ما يمكنش يبدل الاصل ديالو. يبدل الاصل ديالو. ايوا مالوغوزمون هادشي اللي وقع ليا. انا وليت تلفان، ما عرفتش واش البلاد ديال اوروبا هي المستقبل ديالي ولا المستقبل ديالي. هو هنايا حرت لقاش ما عرفت والو. انا داك سمعت بين القايد قال لك مالي ما شتو ندوز عندو. انا ما عرفتش شنو هو المفهوم ديال ندوز عندو. واش داك اللوجيسيال، انا عندي الديسك دور ديال اوروبا، ما عنديش داك دوك. ما عرفتش نقدر نقول على المساله ولا واش واش علينا حنا دابا بان وجا. يعني اجيو نتبعو معاك شنو الترياب اللي ريب لك قاعد سيد القايد. شنو هنايا اش كان هنا؟ كانوا مرافق ديال بيوت ودي سويت، وفيهم دي دوش، فيهم يعني هادشي بوريقاتو كلشي بوراقو. شركة كاع هادشي كانت كويزين. كانوا شي 10 ديال المرافق دي بتيت سويت بالصالون ديالها بكلشي، وين بتيت كويزين لهيه راه هي إلى قربنا. كما قلت لنا سي فؤاد بانه قال لك راه غادي نهدم لك السور، والسور كي تعرفوا بان عندك هنايا معدات ما يمكن لهمش، غادي تمخروا لك الا دخلوا. دروك خصنا نبقاو ديما هنايا، خصك تبقى ديما حاضر المحل. ديما حاضر. انت تشوف انا دروك هاني دروك تنبت هنايا، ها السور راه هو اللي كتشوف، راه كامل السور ديال الواجهه ديال لاوس. يعني انت عندك خساره، انت ما بقيتيش خدام، انت قاعد مقابل هذا البروجي هذا اللي تهدم. خساره، بغيت نمشي غير لفرنسا نقضي شي اغراض. هاني واحد هنايا كان كنمشي وما دروك ما قادر ندير حتى شي حاجه. هو هذا الشيء كلشي مخرب، الخيوطه ديال السكه ديال الضو، الماء كلشي وليت قاطع كلشي. حتى الماء دروك ما عنديش هنايا، علاش الا تلقطو تيبدا الماء سارح ليا في المحل كامل. المحل كله. قول لي سي فؤاد، قمتي بشي اجراءات؟ درتي شي اجراءات؟ اجراءات درت شكايات. درت شكايه للوالي في الولايه مراكش. ارسلت واحد الشكايه لجليله لالا مريم. لالا مريم وداير شكايه. جاي داير شكايه اخرى للوزاره الداخليه، واللي تنطلب هو الحق ديالك. هو الحق ديالي. هادشي اللي كاين سي فؤاد، كما تبعتو متتبعينا، ان سي فؤاد بغى الحق ديالو، ما بغى حتى شي حاجه. نتمنوا الناس ياخذوا بعين الاعتبار. يا كاين شي اضافه؟ اي اضافه هو انه من بعد جا الدم لا سيمين دو 17، جا لا سيمين سيت سيمين ديبي دو سيمين، وجا تيهددني، وجا دار دوره هو وشي مخازنيه. انا ما كنتش سور بلاس، شاف داك الحيط راه هو داك الحيوط اللي ما بقاوش شادين مزيان، شادينهم هي بشي خشب مع الزلزال والشتا اللي طاحت، راه طاح لي داك الحيط. وجا وقال العساس هذا الحيط راه ساهل حالو، وانا تيهددني على هذاك الحيط. راه على هذاك الحيط اللي لهيه تيهددني باش شوفوا
تيهددني وهددني تانيين باش قال لك غير دم لابيسين ويدخل لديك الفيلا فين تنسكن انا دروك. يعني حتى الفيلا اللي تتسكن فيها يعني كل شيء عندك الوريقات ديالو هو غير تيهدد. قال لك تيهدد قال لك والله تيحسكني ما عرفتش شنو هي يحسكني. واش ما تتسالش السي فؤاد علاش هذا الشيء؟ ما فهمتش انا علاش هذا الشيء من نهار خديت المحل. يعني المحل من نهار حكمت لك المحكمه باش ترد المحل ديالك تجي المحل ديالك وقع لك هذا الشيء. وقع لي هذا الشيء ولاو المقدم تيجي كل نهار. القايد جا شحال مره وين اللي ما كنتش. هاد لابيسين قال لك بغي يهدمو. هاد الحيط اللي يلاه ولينا شادينو غير بالخشب قال لك ساهل حالو غادي يجي يطيحو. وقال لي حتى الفيلا فين تسكن غادي يطيح كل شيء. اش درت؟ يعني هاد الحيط هذا طاح بوحدو. طاح بوحدو اني قال لك جا قال لك راه غيكون ساهل تطيح وغادي يردم لابيسين ويمشي يطيح حتى الفيلا اللي لداخل. لو بغيتي نشوفوها ايوا شي ما عرفتش. سيدنا تيقول باننا خصنا نتعاونوا مع الجاليه المغربيه بالخارج وهاد السلطات تيعطي توجيهات وتوجيهات وهاد الناس تي في جهه اخرى. الاوامر ديال محمد السادس نصره الله في جهه والتصرفات ديال هاد الناس في جهه اخرى ما عرفتش. نتمنوا الله خير ونتمنوا من السيد القائد انه باش ياخذ بعين الاعتبار ويشوف شنو هو الا كان هذا السيد عنده الحق يعني باش يتعاون معاه ويخلي ياخذ حقه لانه هو بقى قاعد دابا ما خدام لا والو باش يقول لها سي فؤاد الفيلا واخا تفضل باش نشوفوا هذه الفيلا حتى هو هددني باش يهد معاه واخا تفضل باش نقول لك هاد المرافق كامله وكي تنعرفوا بان هاد قديمه كتشوف كما تنعرفوا بان هاد البلاصه هازين متنفس وحيد اللي قريب للناس ديال السلطنت وتيجيو ليه عائلات متنفس زعما زوين وبثمنه جد مناسبه يعني راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكان الوريقات كلشي كاين علاش بالضبط حتى الوقيته فاش تسلم المحل ديالو عاد بغي يوقع ليه ما وقع. هذا هو التساؤل اللي كاين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيوا ومن بعد كاينين تهديدات كثيرة وأنا هذا السيد ما عمرني تلاقيت معاه غير تيجي وتيقول للعساس وقال لي كاع سير عند الملك يبني لك وها المحل اللي قال لك بغي يهدم. سيدنا راه احمر ما يمكنش إيوا هذا الشيء اللي كاين. انا غير واقيلا تلقائي وين داك الشيء اللي تنسمع واللي قال لي تنقولوا واش اش من الذنب درت هاد الساعه ما داير محل للناس اللي شويه ضعفاء محل ديال لابيسين فهاد الصيف استفدوا منه بزاف الناس خدامين فيه عشرات الناس وهاد المحل يعني راه عشرات الناس راه عشرات العائلات تبارك الله راه ماشي ساهل 400 مليون باش نوصلوا لهاد يعني هادي هي الفيلا اللي قال لك بيهدم وقال لي راه غادي يعتقلني. اش درت اش من واش تنبيع شي حاجه ما هكاكش تنبيع كيف تنبيع محيا ولا تنبيع شي حاجه اللي ما هكاك راه هادشي عنده بورقه ها المحل ها هو لا حول ولا قوه ها هو دروك هاني دروك انا غير جالس ما خدام هذا هو المحل اللي قال لك غادي يهتم ما عرفتش من درت حتى لا حول ولا قوة الا بالله توصل يعني بقيتي حايرة سي فؤاد ما عرفتيش اش باقي غادي الهضرة ما باقيش تخرج ليا يعني مخلي الخدمة ديالك وبغيتي تخدم وبغيتي تحرك البروجي ديالك باش تعيش انت وليداتك انت دابا بقيتي واقف. هادشي اللي كاين. كلمة أخيرة سي فؤاد. والكلمة الأخيرة هي أنه خصني بزاف الصبر ونقول لك وحق الله العظيم إلا من نهار وقع لي هادشي مشي ولا السكر طالع ليا نوريك راه ماشي شي حاجة مريض أنا شي واحد اللي سبورتيف ما عمر السكر طالع ليا أنت شوف 6.20 ودرت واحد يعني أن الإنسان مثل قراصه مضرور ومحكور راه ما غاديش يصبر لأن النفسية ديال بنادم لقيت هذاك 2.44 ما كايناش أنا تحمني واش عادية قالت لي السيدة راه خطير هادشي اللي واقع لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
غادي يكون خير السي فؤاد، غادي يكون خير ان شاء الله باذن الله. وحنا راه ثقتنا في القضاء راه كبيره، راه ماشي زعما ما كايناش السيبه اللي بغى يدير شي حاجه راه تيزير، راه ما كايناش هادي كاع. وحنا راه غادي نتبعوا معاك الملف السي فؤاد الى اخره. هادي قناه الشعب وحنا معكم دائما. لا اله الا الله. واخا السي فؤاد كما سمعتم متابعينا ان هاد السيد المستثمر جابو يستثمر في البلاد ديالو، بغا الحق ديالو، بغا حتى هو راه قاد توريقاتو، قاد هاد المشروع على اساس انه يدخل البلاد ديالو ويقعد يستقر مع وليداتو. ما بغا والو، ما بغا لا صداع لا والو. فاذا به تيتفاجئ هاد المحل هذا شحال هو خدام، سنوات 18 سنه هو كاين هاد الخدام هاد المحل، وست سنين باش كاريه واحد السيد من عنده. فاذا به من تيتفاجئ من تيرد المحل ديالو تيوقع ليه ما وقع. هذا هو التساؤل اللي تيتساءل هاد السيد، علاش وقع ليه هاد المشكل حتى شد المحل ديالو. يعني جات السلطة تمات ليه بدون سابق انذار، بدون حتى شي حاجة، ما فهمش هو هاد الشيء. هانتوما كما تشاهدو متتبعينا، يعني التصور اللي كان حامي هاد المرفق هذا، التصور تا هو عتمو عليه من برا، ولا خايف ان يجيو الشفارة يجيو ليه، لان كاين المسائل. كانوا هنايا معدات اللي يقدر تكون عندو واحد الخسارة مادية كبيرة، لان كيما تعرفوا بان السور ما كاينش، راه يعني اي واحد يقدر يدخل يهز شي حاجة، اي حاجة بانت ليه راه غادي يدخل يهزها. نتمناو من الله خير، وتنتمناو من هاد السيد القائد السيد الباشا ديال تسلطنت انهم ياخذوا بعين الاعتبار ويشوفوا من حال هاد السيد، لانه كيما قال لك انا سبورتيف وليد دابا تصبت بمرض السكر، ما باقيش عرفت ما ندير. الله يجازيكم بخير، نعاودوا البحث في هذا الشيء ونشوفوا شنو كاين. هو السيد اللي عليه شي حاجه راه عليه، ما شي حاجه ما ديالتوش، راه ما ديالتوش اللي ديالو ديالو. والخير في المساعده، راه هذا الشيء كثير بزاف. وعرفتي كيف تعرفوا بان الجاليه المغربيه لانها خصها تحفز وخصها تكون واحد التحفيزات باش انهم باش يستثمروا حتى هما الاموال ديالهم هنا في المغرب ديالنا بحرية، وخدموا معهم تاوما ناس، لأن اليد العاملة محتاجة للعمل. إلى هنا متتبعينا، نلقاكم في بث مباشر آخر، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.